الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الرائع، مساء النوعيات المميزة ومساء الأجواء المغيمة والانطلاقات الرائعة من مسافة 8 كيلومترات، نسير وإياكم بمعنويات عالية وننطلق بلحظات مميزة مع هذه الانطلاقات الرائعة. الشوط العاشر والذي يختص بفات الزمول ومسافة 8 كيلومترات، نسير وإياكم بحضاراتكم تقدما إلى الصدارة وإلى انطلاقة المركز الأول. هنالك الانطلاقة والحضور، مرحبا بهذا البطل، مرحبا بهذا المميز، مرحبا بالرائع وهو هتاش الذي يستفتح لنا النداء الأول، ينطلق بشعار وحضور علي بن حمد بن هزاع بشريدة، يتقدم على البداية. الترحيب من المخرج العزيز بالذات من هذا البطل محمد بن خزينة الذي يرحب بذلك الشعار وبذلك البطل. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، الحضور والتقدم من قبل شعار عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. القادم على المركز الثاني والحاضر هو مغطى بشعار عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث، نتابع وإياكم الحذر الذي ينطلق ويصل مع المركز الثالث وهو بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. الحاضر والقادم شعار بن رشدان يتقدم مع المركز الثالث ويقدم لنا الحذر. المركز الرابع، حوران القادم والحاضر بانطلاقة عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، التقدم من قبل العديد غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الخامس. هكذا شاهدنا على حضراتكم وبهذا المستوى النداء الأول للخمس المراكز المتقدمة من أهم وأبرز الانطلاقات التي تشاهدونها. نعود وإياكم وبعد ذلك إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى هتاش. هتاش الذي ينطلق على البداية يسيطر على المركز الأول، ملك وانطلاقة شعار علي بن حمد بن هزاع بشريدة الذي ينطلق على المركز الأول ويتقدم مع انطلاقة هتاش. نتابع وإياكم النقلة إلى المركز الثاني والحضور من قبل مغطى القادم والحاضر بشعار وانطلاقة عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك، يصل ويتواجد مع المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث، هذا هو شعار بن رشدان، شعار معروف وانطلاقة مميزة من قبل الحذر، يصل ويتقدم سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، حوران القادم الواصل حوران والمقدم لنا هذه الانطلاقة عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي، يتقدم على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، الصايل والعثة بن خزع بالعثة العامري يتواجد، يتقدم مع خامس المراكز. أول أو ثاني نداء للشعارات الحاضرة وللأسماء المنطلقة والمتواجدة، سن الكبار، الإبداعات المتواصلة، الحضور المشرف، النوعيات التي تتواجد من خلال انطلاقة هذه المسيرة ومن خلال تواجد الأسماء الرائعة في هذه الأجواء المغيمة، في هذه الأجواء الغائمة، في هذه الانطلاقات الرائعة. نعود وإياكم بعد ذلك، بعد الإتمام
بعد الإكمال والكمال لله سبحانه وتعالى. العودة إلى هذا البطل، العودة إلى هذا المميز، العودة إلى هذا الجميل مع هذه الانطلاقة الجميلة، هو هتاش يا هتاش الذي ينطلق على البداية يسيطر على المركز الأول بانطلاقة وحضور علي بن حمد بن هزاع بشريدة الذي يتواصل على البداية، الذي يتقدم على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث الانطلاقة، حيث الحضور، حيث التواجد من قبل مغطى الحاضر والقادم المتواجد بشعار وانطلاقة يوسف أو عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك على المركز الثاني. المركز الثالث، تابعوا انطلاقة شعار بن رشدان وخلي بالك من هذا الذي يتواجد من قبل شعار آل عبد الملك الذي يصل مع المركز الثاني. هنالك الحذر بشعار بن رشدان. المركز الرابع، الحضور من قبل شعار بالخزع يتواجد مع المركز الرابع، يقدم لنا الصايل العثة من خزع بالعثة العامري يصل ويتواجد مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، هنالك الحضور والتواجد من قبل حوران، يتواجد حوران يصل بانطلاقة عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتواجدة وشعارات الحاضرة الرائعة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. تتواجد الأسماء، تنطلق الشعارات في يوم ما قبل الختام، في يوم للمنافسات الكبيرة، في يوم لحضور الشعارات القوية وللأبطال المتواجدين. ومن أحد الأبطال الذين يحضرون ويقدمون لنا هتاش على البداية، هتاش وعلى المركز الأول، ومن طول الغيبات جاب الغنايم يا راعي هتاش. هتاش وجماهير هتاش التي تتابع من خلف الشاشات، التي تترقب لهذه الأحداث، تترقب لهذا البطل ولوصوله لهذا المستوى الرفيع ولحضوره في هذا الموسم. نعم هتاش الذي ينطلق على البداية على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني. القادم والحاضر هو مغطى الذي يتواجد مع المركز الثاني بانطلاقة وحضور شعار عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك آل عبد الملك، يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث هو انطلاقة من قبل الحذر سعيد بن عبيد بن سعيد برشدان الذي يتواجد مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، الحضور من قبل الصايل العثة بن خزع بالعثة العامري يتواجد مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، حوران القادم، حوران الواصل والحاضر بانطلاقة عامر بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي، هو الذي ينطلق ويحضر مع المركز الخامس. تابعنا، شاهدنا هذه الطقوس وهذه الانطلاقات والأسماء والشعارات الحاضرة، ولكن ما خلف الخمسة نتابع أسماء قوية بدت بالاقتراب خطوة بخطوة وبكل ثقة وهدوء نحو المراكز المتقدمة، نحو الشعارات التي تنطلق، التي تتواجد، التي تتمتع بهذا المشهد الرائع والجميل. العودة وإياكم إلى البداية، العودة إلى هتاش، هتاش على البداية على المركز الأول. وصلت الشعارات يا راعي هتاش، الأسماء القادمة بكل قوة، الشعارات المتواجدة. هنالك مغطى القادم على المركز الثاني،
الحاضر بشعار عبد الرحمن بن يوسف العبد الملك الذي يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث الحذر سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل بن دريلان القادم مع انطلاقة أدهم سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي والعثة بالخزع بالعثة العامري يتواجد مع انطلاقة الصايل على المركز الخامس. إذن مشاهدين الأعزاء إعلان هام الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا راعي هتاش. الأسماء اقتربت الشعارات وصلت بن دري هو القادم بالعثة الواصل مع المركز الثالث. المركز الرابع بن رشدان العودة وإياكم إلى البداية العودة إلى المركز الأول. جماهيرك تطالب جماهيرك تطالب يا راعي هتاش يا راعي هتاش روح روح والقلب داعي لك روح مع انطلاقة هتاش بالمركز الأول بالمستوى الرفيع بالحضور الأنيق العثة بالخزع العامري مع الصايل القادم مع المركز الثاني. الصايل وهتاش هتاش والصايل في هذا الحوار الثنائي في الانطلاقة القوية ولكن راعي العوايد ما يخلي عوايده راعي العوايد ما يخلي عوايده أبد 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 هتاش يعود هتاش يعود من جديد إلى إنجازاته وإلى الماضي المشرف والمستقبل المشرف. تهانينا والف مبروك لمالك هتاش علي بن حمد بن هزاع بشريدة وتهانينا من المخرج العزيز إلى راعي هتاش وإلى من قدم لنا هتاش. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الحضور والانطلاق من قبل ذلك البطل الذي تواجد الصايل العثة بن خزع بالعثة العامري الذي تواجد مع المركز الثاني وقدم لنا الصايل. المركز الثالث هنالك الحضور والتواجد من قبل أدهم سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مع المركز الثالث. المركز الرابع كان الحضور والتواجد من قبل الحذر سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. والمركز الخامس هنالك الحضور من مبلش سالم بن زيد بن راشد بن انديلة. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني عودا حميدا لذلك البطل وهو هتاش علي بن حمد بن هزاع بشريدة 13 دقيقة 3 ثواني 29 جزء من الثانية. توقيت الحاصل على المركز الأول الصايل ثانية العثة بالخزع بالعثة العامري 13 دقيقة 4 ثواني جزءا واحدا من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والانطلاق من قبل أدهم سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي 13 دقيقة 7 ثواني 14 جزء من الثانية. هكذا كان توقيت صاحب المركز الثالث. التواصل يستمر والأشواط متواصلة. الأخ والصديق والغالي ولي